السلام عليكم خياتي، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. على بركة الله، مع قرب شهر رمضان الأسبوع اللي فاتت لكم قلب اللوز، واليوم حنخدم معكم لبابا نحبوهم كبار وصغار، سخطو في السهرات تاع رمضان يجو خفاف يجو بنان. وأعتذر على التأخير، كنا أسبوع كامل مع الامتحانات. إن شاء الله ربي ينجح كاع التلاميذ ويفرح جميع الأولياء. ألو، نبدأ على بركة الله مقادير لبابا. واش نحتاجو خياتي؟ نحتاجو 120 مليلتر حليب، ولا كاس غير شوية، كاس غير صبع حليب دافي. أنا نقول لكم خياتي حليب دافي. مغرفة كبيرة خميرة، مغرفة كبيرة سكر، زوج بيض، زوج كيسان فارينة. الكاس هذا خياتي كيلت به قيس زوج كيسان فارينة. بيان سور نحتاجو 60 غرام زبدة وشوية قرصة ملح. نعاود خياتي، كاس غير صباع حليب دافي، مغرفة كبيرة خميرة، مغرفة كبيرة سكر، زوج حبات بيض، 60 غرام زبدة، زوج كيسان فارينة، بلا ما ننساو مبشور القارص. حاجة الأولى خياتي، نديرو الحليب. بسم الله، الحليب دافي. نزيدو نفرغو الخميرة مع هذيك مغرفة سكر، ندير شوية باش تفاعل الخميرة. فوالا، نخلطوها هكذا ونخلوها تتفاعل. الخميرة تاعنا خياتي تفاعل، دوكا نبداو في كيفية تحضير لبابا. حاجة الأولى خياتي، نديرو الكفارينة، غربتها ديجا. بون أنا حنديرها في بيترا، اللي ما عندوش بيترا يواسيها بيخبطها بيدو ولا بالباتور. باتور ماشي تاع البيض، تاع العجين. نزيد السكر، ندير كلش على خطا. نزيد سكرفيج القارص، سكرفيج القارص يعطيلها لي بابا بنه روعه. قرصة ملح، خلط النواشف خياتي، خلطهم هكذايا. فوالا، نزيد زوج حبات بيض كاملين. نزيد خياتي الخميرة اللي تفاعلت، فوالا نحطهم خياتي. تعملوا هذا في البيتخا خياتي، قلت لكم اللي ما عندوش بيتخا يدير تاع البات في الباتور، يهتم بالباتور. فوالا، يدير في الباتور، مي ماشي تاع البيض اللي يضربوا البيض، تاع العجين. كي عجننا شويه خياتي بالبيتخا، نديروا هذيك 60 غرام زبده، نعاودو نزيدو نعجنوه. الزبدة نأكد لكم خياتي ما نديروهاش مع الأول، كي نعجنوها شوية العجينة باش نديرو الزبدة. نعاودو نشعلو البيتزا تاعنا، هيا تنعجنت العجينة تاعنا خياتي. تخمر حتى يضاعف الحجم تاعها، نلطفها خياتي هكذايا، نخلوها تخمر حتى يضاعف الحجم تاعها ونولي لكم. حنا تاع لي بابا راهي تخمر، حنا نوجدو الشربات. الشربات كالعادة خياتي، كاس سكر، زوج كيسان ما، أنا حندير زوج كيسان ما، زوج كيسان سكر عفوا،
نزيد لها 4 كيسان ماء ميم ولا شرط لي الشربات نسحقوها لا جينواز لا باتيسري ثلاثة أربعة نديروها تغلي خياتي 10 دقايق ومن بعد نزيدو لها برج قارص ونطفو عليها. هادو هما لي مول تاع لي بابا خياتي، شوفو كاش جايين، كاين كبار كاين متوسطين. لو طون العجينة يتخمر وجدنا الشربات، دوكا ندهنو لي مول تاعنا باش ما يلتصقناش في المول. ندهنوهم كامل بالزيت هكدايا ونزيدو خياتي نرشوهم بالفارينة فوالا كيما لي مول تاع موسكوتشو تاع زمان ماشي تاع السيليكون. خلاص خمرت العجينة تاعي خياتي، شوفو كيفاش كسلها التخمام فوالا ونديروها في لابوش ونولي ليكم. نبدا نعمر تبقى وحده تكفي فوالا. تقدروا خياتي ما ديروش في لابوش فوالا، تكسو بالمغرفة مي لابوش تساعدكم. أنا عمرت لي مول تاعي خياتي، دوكا نخلوهم يخمرو حتى يزيد يضاعف الحجم تاعهم أو ميم طون الكوشة تاعنا يتسخن. شوفو خياتي لي بابا تاعنا كاش ضاعف الحجم تاعهم أو ميم طون الكوشة يسخونة على نار متوسطة. ديروهم يطيبو كيما البسبوسة كيما كي نشوفوهم بداو يحمرو من تحت نشعلو من الفوق. لي بابا تاعنا يطيبو خياتي نخدم نربح الوقت تاعي. نحكم الفريزان نشللها نقطعها بيدي فوالا. شوفو رانا في وقت الفريزة، شوفو الفريزة الله يبارك شحال شابة. شوفو خياتي كيفاش في الكوشة زادها في الحجم تاعهم. ملي درت خياتي لاكريم موسلين في لابوش لي درتها معاكم مسبقا، شوفو كاش جات تقيلة. سمحوا لي خياتي، هادو هما لي نوسو فيهم لي بابا تبع بالحبة ولا بالباكيات على الفرك الوحدة. ندير لاكريم موسلين من الفوق من تحت فوالا، راني نوجد في الديكور قبل ما يطيبوا لي بابا. كيما خياتي لا كريم موسلين درناها، هذيك لي فريز اللي قطعتها ديدي نرمي هكذايا. ولكم الاختيار ديما، لك الاختيار سيدتي في الديكور. لي بابا ماشي لازم ما عندكش امكانيات ما ديريش لي فخاز ما ديريش لا كريم موسلين، ديري لي بابا وحدها تكفي فوالا. كمل الحبات تاعي نعمرهم بلي فخاز ونولي لكم. شوفوا كاش طابو خياتي لي بابا نديمو ليهم، شوفوا كاش جاو هكذا سخونين خياتي. نديرهم في الشربات بسم الله فوالا، نخلوهم في الشربات. نكمل نديمو لي بابا تاعي. قلت لكم خياتي كي يكونوا سخونين الشربات تكون بارده، ولا كي يكونوا سخونين ولا كي يكونوا باردين الشربات سخونه. شربوهم هكا خياتي، شوفو شوفو لي بابا يجو يابسين فوالا ويجو خفاف. هذا هو السر تاع لي بابا باش يجو بنان
يابسين وخفاف، كي ندخلهم في الشربات ملاح نخلوهم بعض الوقت. شوفوهم بداو يدخلوا، شوفوا خياتي كاش تشربت، نزيدو نخليوها. علاش وجدت لاكريم موسلين من قبل ولي فخاس؟ باش تجينا العمليه سهله. قعدوا نشربوا فيهم هكذا، وكي نشوفوا البابا تاعنا تقالت، شوفوا كاش تقالت خياتي، نحكموا داك المول هذاك، شوفوا كاش تقالت. بسم الله هكذا نحطوها. تقدروا خياتي كيما قلت لكم ما ديروش لاكريم ديبلومات ولي فريز. فوالا نسينا نفد معكم حبه. نرفدوها بالسياسة باسكو تفتتنها. شوفوا الشربات هي معمرة بالشربات. فوالا نكبو مليح. بعد ما حطيناهم خياتي في ليكوب، دوكا ندير لهم لاجولي من الفوق. لاجولي كالعادة درت لهم غير فما دافي. شوفوا خياتي، شوفوا لابريونس. فوالا بالبانسو لاجولي تزيد بنة وتزيد لمسة. عفوا نكمل الحبات تاعي خياتي ونولي ليكم. خياتي حب نعمر هذيك الثقبه بلا شانتيي. فوالا كمل لاكريم شانتيي ونولي ليكم خياتي. هادو هما لي بابا تاعنا، نزيد لهم اخر لمسه خياتي، ندير لهم الفخاز وكيما قلت لكم اختياري. فوالا اهو في الكوشه. نزيد ندير شويه لاجولي فوق لي فريز. فوالا ابان برك. رمضانيه خفاف قاع يحبوهم قاع. هذه هي هذا هو الشكل النهائي خياتي تاع لي بابا تاعنا. بالمناسبه نفكركم لي بابا ما يتكلوش كي يطيبوا هكذا، لازم يقعدوا بايزوم نخدموهم الصباح حتى للسهره باش ناكلوهم. ما يتكلوش هكذايا باسكو تسبيهم داخل سخونين. شوفوا كاش جاو خياتي، شوفوا لاكريم موسلين لتحتها لي فخاز. فوالا نحل معاكم حبه خياتي. شوفوا خياتي بوختو هذا وين. بسم الله ما قدرتش نلفدها، مشربه بزاف، جات خفيفة. لاكريم موسلين تانيك، شوفوا كاش جات مشربة خياتي. إن شاء الله خياتي تكونوا تبعتوا جميع الخطوات تاع لي بابا وتنجحوا فيها. شوفوا العلو ديالها، خلوها تخمر برك لا دوزيام فوا. ادعوا لي برك كي تسيوها في السهره الرمضانيه وتنجحوا فيها. ادعوا لي برك. سلام البنات.